كيف تحول الأمر في سوريا من ثورة شعبية إلى صراع مصالح دولي على البلاد؟ بعد 8 سنين على اندلاع الثورة السورية، من الفائز ومن الخاسر؟ وهل انتهى الصراع؟ ماذا بقي من الثورة؟ وهل خرج الحل تماماً من أيدي السوريين؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان بعد 8 سنين هل ما زال في سوريا ثورة؟